نرجع بقى برضو على كواليس فيريرا. كواليس الاهلي وخماسيه بصن داونز الاول. نخليها الاول. خلي فيريرا مع اقول لك انا فيريرا مع مراد جاي الراجل ورا المساله دلوقتي بقى بيخلص زي مراد بقى بيروح ويجي. اتفضل يا استاذ حامد. طيب بالنسبه كابتن لمباراه الاهلي وصن داونز، تمام، انا عايز بس سريع بقى تك 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 على طول سريع. خلال المباراه حصلت مشاده ما بين محمد الشناوي وياسر ابراهيم بسبب ان محمد الشناوي شايف ان السبب في الاهداف هو ياسر ابراهيم بسبب الهدفين اللي هو الثاني والثالث. تمام. المشاده دي كملت لحد غرف خلع الملابس، حصل مشاده ما بينهم. احمد الشناوي كابتن الفريق كان بيتكلم باسلوب عالي جدا. كولر شاف ان ده كابتن فليه الحق اللي هو يتكلم مع اللعيبه يوجهها، وبالتالي شد ياسر ابراهيم ما نزلوش الشوط الثاني. طيب بعد المباراه اللي حصل كابتن سيد عبد الحفيظ قال للعيبه كده ده مش الاهلي ومش دي اللعيبه اللي اخذت بطولات افريقيا ومش احنا اللي نخسر خمسه ومش ده مستوانا والوضع مش هيستمر كده، ولا الجهاز الفني ولا مجلس الاداره ولا الجماهير ولا اي مخلوق في نادي الاهلي هيقبل بالوضع اللي انتوا بتعملوه ده. بعد كده بقى قرارات مجلس الاداره، مجلس الاداره قرر توقيع عقوبات وهي كالتالي: 10% على الجهاز الفني، من 5 ل 10% نسبه بالنسبه للعقود اللعيبه حسب كل عقد، وبعد الاهلي واللي هو ممكن بنسبه كبيره ممكن يتاهل لو قدر يكسب الهلال، العقوبات دي ممكن تتخفف بس مش هتتشال زي ما كان عراقي بيقول العقوبات كده كده موجوده. استاذ بص يا كابتن، في القصه بتاعت المشاده دي ده يعني ما بنعتبرهاش مشاده عشان برضو يبقى توضيح للناس الموضوع كله. النهارده انا باجي بلومك بقول لك مثلا تعمل كذا اضغط اعمل، فدي ما اسمهاش مشاده. قصه ان هي استمرت لاوضه اللبس ما كانتش لياسر ابراهيم بس، كانت لكل اللعيبه، لان محمد الشناوي دخل في حاله فعلا غضب شديده جدا واتكلم مع كل اللعيبه، وفعلا مدير الكوره اتكلم في المواضيع دي. ولكن الغرامات محدده، الغرامات مش 5% و 10%، الغرامات زي ما قلت لك يا كابتن اللائحه محدده 300. لا تمام، ما هي معروفه بالنسبه للعقود 350 يعني ماسك حاجته كويس. لا تمام، انا بقول لك هي 350 ألف من حق مدير الكوره مضاعفتها، من حق مجلس الاداره ان هو يضاعف. لا ما هو قال مؤكد الكلام. لا ما انا هو اكد الكلام. انا كنت منتظر. هدي برضو حاجه ثانيه وعلى عليك خلاص في الاخر مديك واحده من زمان هو ما زودش فلوس. هندي برضو حاجه في القصه دي، كان انفراد برضو جوه النادي الاهلي ان في تعديل داخل الجهاز الفني، والكابتن محمد شوقي بنسبه كبيره هيكون موجود في الجهاز الفني الكولر. شيكابالا الفقره. شيكابالا كابتن يعني كان من فتره كده كان عمل بعض التحاليل طلع فيها نوع كده فيروس غريب ما عرفوش هو ايه لغايه فتره قريبه. البعض ربط ان هو كان عنده كورونا وبعد كده راحت، فده نتيجه ان كان عنده كورونا. بعدها تاني عمل تحاليل او يعني تحاليل بي سي ار او كذا وكذا نوع تحليل، ظهر نوع برضه فيروس مش عارفين هو ايه لغايه فتره لغايه يوم الاثنين او الثلاث اللي فات. الجديد بقى كابتن ان شيكابالا عمل تحاليل وعمل يعني عرض نفسه على اكتر من دكتور، الحمد لله يعني شيكابالا خلاص دلوقتي حالته اتحسنت. شيكابالا الاسبوع الجاي هيبقى موجود في تدريبات نادي الزمالك بصوره طبيعيه، خلاص الفيروس اللي كان عنده يعني معظم التاكيدات ان هي كانت كورونا وتداعيات كورونا الفتره الاخيره، لكن شيكابالا الحمد لله سليم، ربنا يا رب يديله الصحه دايما وهيكون موجود في تدريبات نادي الزمالك الاسبوع الجاي بشكل طبيعي. بالنسبه برضو اللي هتعلى عليا ولا لا مش هعلى عليك، هو كان في ناس بتتكلم ان شيكابالا يعتزل بنهايه الموسم. الكلام ده غير صحيح. اللي عايز اقول لك المفاجاه ان شيكابالا في يناير الماضي كان هينتقل لنادي فيوتشر. واللي منعه من الانتقال ده كان الكابتن اسماعيل يوسف وقال له اقعد لازم تكمل. يعني انت رايك ان شيكابالا مكمل لا مكمل عادي السنه دي مع الزمالك. يعني نهايه الموسم ما مش هينفع يروح فيها السنه الجايه. السنه الجايه لسه لو في ممكن لو في عروض ممكن شيكابالا يمشي من نادي الزمالك، بس نادي الزمالك في يناير كان رايح نادي فيوتشر وتواصل مع احد المسؤولين في نادي فيوتشر وكان المفاوضات كمان اللي كلمهم فيوتشر كان جنش. احب اؤكد لسيادتك ان شيكابالا مش هيلعب في مصر غير للزمالك. في يناير كان رايح كابتن كان هياخد 12 مليون جنيه. ماشي كده الكابتن سيد بيعلى عليك. انا بقول لك كابتن اللي جاي من حقك. انا بقول في يناير. انا بقول في يناير. أيوة اللي حصل. لا مش بتكلم في يناير، انا بتكلم في يناير. بعد كده اخر انا بتكلم في يناير. نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل حديثنا.